الصيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الصيد ينقسم إلى أقسام. قسم حكم فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيثبت حكم النبي صلى الله عليه وسلم، وقسم حكم فيه الصحابة فيؤخذ بقول الصحابة رضي الله عنهم، وقسم لم يحكم فيه النبي ولم يحكم فيه الصحابة، وهذا الذي هو محل اجتهاد يحكم به ذو عدل منكم. إذا متى يتدخل ذو العدل؟ إذا لم يكن هناك نص. إذا كان في نص عن النبي صلى الله عليه وسلم فيؤخذ بالنص عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقليل النصوص في هذا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم في الضبع، أنه قال في الضبع شات، في الضبع شات، وهذا وقع خلاف بين أهل العلم في صحة الحديث، هل صح أو لم يصح. فمن صحح الحديث قال بجواز أكل الضبع وقال إن فيه الشات، ومن ضعف الحديث من أهل العلم قال الضبع لا يعتبر من الصيد وبالتالي لا يجوز أكله وبالتالي لا يكون الصيد، لأن قلنا الصيد الذي عليه هو الصيد المأكول البري الوحشي. صيد البحر قلنا مفتوح، المحرم غير المحرم ماكو مشكلة، صيد البحر الممنوع هو صيد البر، وأي صيد في البر الصيد الوحشي المأكول، الصيد البري الوحشي المأكول هذا الممنوع. فإذا صاد أنواع عاده، في عندك غزال، في عندك أيل، في عندك نعام، في عندك حمار الوحش، في عندك بقر الوحشي، في عندك الأرانب، في عندك اليرابيع، في عندك الطيور بشكل أنواعها، الكركي نوع من الطيور، والحجل أيضا الدجاج الوحشي الحجل، زين هذه كلها يعني ينظر هل حكم فيها الرسول، هل حكم فيها الصحابة أو لا. اللي حكم فيه الرسول يحكم بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي يحكم لم يحكم فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وحكم فيه الصحابة يؤخذ بحكم الصحابة رضي الله عنه، لم يحكم الرسول ولم يحكم الصحابة نرجع أن يحكم به ذو عدل منكم يؤتى بأهل الخبرة وشوفه بالشكل. إذا قالوا النعامة فيها ناقة، ليش؟ كان رقبتها تشبه رقبة نعم، حجمها وطولها ورقبتها وكذا، قالوا أشبه ما لها الناقة فقالوا فيها ناقة. مثلا الغزال قال يشبه الخروف ففيه شات، مثلا الضبع نفس الشيء قالوا يشبه الخروف إذا فيه شات، حمار الوحش وبقر الوحش قال هذا يشبه البقرة أقرب ما لها البقرة فيخرج إذن بقرة، وهكذا كل شيء بمشي. الطيور كلها فيها شات، الحمام بأنواعه هذا فيها شات، لماذا؟ مع أنها ما تشبه شيئا من هذه، قالوا لأنها طريقة شرب الماء، يعني كل الطيور تأخذ منها إلا الحمام يشرب مثل ما تشرب الشات، فقالوا يشبهها بالشرب طريقة الشرب. وإذا قالوا الشبه فجزاء مثل ما قتل من النعم المثل، قالوا بالشكل وطريقة شرب الماء، بالشكل وطريقة شرب الماء يقاس عليها، وبالتالي لابد أن يكون من النعم إبل بقر غنم بنوعها اللي هي الماعز والضأن. إذن هذا بالنسبة للطيور. الأرنب قالوا فيها اللي هي العناق زين، يعني 6 أشهر بعضهم قال، وقال لا هي 4 أشهر، واليربوع فيه الجفرة بعضهم قال هي 4 أشهر بعضهم يقول 6 أشهر، لكن الأقرب والله العالم أن الأرنب فيه العناق 6 أشهر صخرة يعني صغيرة، واليربوع لأن الصيد يعتبر اليربوع يؤكل ففيه 4 أشهر الجفرة الصغيرة. هذا بالنسبة للصيد الذي ورد فيه. الذي لم يرد فيه نص قيمته يعني وما يشبه شيء، مثلا ما ورد فيه نص ولا يشبه شيئا قالوا قيمته ينظر كم قيمته نخرج، الذي أتلفناه الصيد اللي أخذناه يخرج بقيمته، طبعا ما يؤكل محرم أكله الصيد. إيه نعم.